حاجة هنقولها دايما لحضراتكم، كان في لقطة من اللقطات في مباراة النادي الأهلي وسان داونز اللي كانت في القاهرة، ورينا اللقطة كده يا سمير لو سمحت. اللقطة دي لو حضراتكم تتذكروها واحنا اتكلمنا فيها، حسام عاشور كابتن النادي الأهلي بيجمع لعيبة النادي الأهلي بعد المباراة، بعد نهاية المباراة، مباراة العودة اللي كانت في القاهرة بعد نهاية المباراة مباشرة. وأنا الحقيقة لما سألت عاشور بعد كده قال لي احنا كنا بنتعاهد على ان اللي حصل في المباراة الاولى لن يحدث مرة ثانية خلال الفترة القادمة، لان احنا اسمنا النادي الاهلي، وان احنا ان شاء الله ان شاء الله البطولات القادمة الافريقية هتكون بتاعة النادي الاهلي. لقطة مهمة جدا جدا جدا. حبيت بس انا كل ما هفتكر حاجة او خلال الاسبوعين اللي جايين او الاسبوعين لغاية المباراة هنوري لحضراتكم بعض اللقطات الخاصة بالجمهور والخاصة باللاعبين خاصة بكل حاجة، لان مثل هذه اللقطات قد ايه وليد ازارو كان متضايق، قد ايه ايمن اشرف كان متضايق، قد ايه كلهم كانوا زعلانين. دي كانت بعد نهاية المباراة مباشرة اللي كسبناها هنا 1-0 في القاهرة بعد ما اضعنا، لو تفتكروا المباراة دي أضعنا كتير فرص كتيرة جدا جدا جدا، ولكن في النهاية الدور الكبير لجمهور النادي الأهلي في هذه المباراة، وكالعادة كالعادة الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي بعد نهاية هذه المباراة وقفوا مع لاعبتهم وسقفوا لهم، وكانت الرجوع والعودة أو رجعنا بعد نهاية هذه المباراة وبعد هذه الخبطة الكبيرة اللي حصلت لنا الحقيقة رجعت وخدت الدوري، واحد من أصعب الدوريات المحلية اللي انت خدتها خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي هنذكر بقى حضراتكم ونذكر أنفسنا ونذكر اللاعبين بما حدث خلال هذه الفترة، لأنه مهم جدا جدا. نحن مفيش حاجة اسمها ثأر، مفيش حاجة اسمها استرداد مش عارف ايه، ولكن الكلام ده كله أنا كل اللي يهمني أن نعمل مباراة جيدة أمام فريق جيد كسبني قبل كده، وبالتالي أنا محتاج أن أنا أكسبه علشان أكسبه وعشان أصعد إلى دور الأربعة وتكون خطوة ثانية إن شاء الله للوصول إلى نهائي هذه البطولة. أنا بشكرك دكتور أحمد، شكرا لحضرتك. هطلع فاصل وتقرير الأول.